من آداب الوضوء أيضا تخليل اللحية الكثة. يعني إيه الكثة؟ يعني الكثيفة. واحد دقنه طويلة يأخذ بعد الوضوء كف من ماء ويضع هذا الكف في لحيته، يفرق الماء ويضعه في لحيته، يخلل اللحية الكثة بأصابعه، لأن هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، ده من فعال سيدنا النبي، كان يفعل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك أيضا من آداب الوضوء التي يتأدب بها المسلم عند وضوئه صلاة ركعتين بعد الوضوء. لما تتوضأ تصلي ركعتين، لذلك سيدنا النبي بيقول لسيدنا بلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سيدنا النبي أطلعه الله على الجنة في رحلة الإسراء والمعراج، وفي الرؤى التي كان يراها صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت نعل سيدنا بلال في الجنة. فسيدنا النبي بيسأله بيقول له: يا بلال ايه ارجى عمل انت بتعمله في الدنيا؟ ده انا سمعت صوت نعليك في الجنة. قال: يا رسول الله ما احدثت الا توضأت، وما توضأت الا صليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي ان اصلي. شوفوا سيدنا بلال بن رباح، يعني كلما أحدث توضأ، وكلما توضأ صلى لله بهذا الوضوء ما شاء الله له أن يصلي. فلذلك سمع النبي صوت نعليه بين يديه في الجنة. بتذكرني هذه القصة وهذه الرواية بالسيدة نفيسة رضي الله عنها، لما مات الإمام الشافعي وصلت عليه الجنازة بعد صلاة الرجال عليه، قالت كلمة عجيبة تعجب كل الحضور من هذه الكلمة. قالت: رحم الله الشافعي إنه كان يحسن الوضوء. الناس تعجبوا لقول السيدة نفيسة، الشافعي اللي عمل علم أصول الفقه، صاحب كتاب الرسالة، صاحب كتاب الأم، المذهب القديم المذهب الجديد، صاحب التصانيف، من أراد العلم النفيس فعليه بمحمد بن إدريس، شيخ الشيوخ وأستاذ الأساتذة، ومع كل هذا لا تذكرين له إلا أنه كان يحسن الوضوء. فسألوها: يا نفيسة العلم، ولما ذكرت الوضوء بالذات؟ قالت: لأن من حسن وضوءه حسنت بقية أعماله. أنت وانت بتتوضأ لا أحد يطلع عليك إلا الله، فلو أسبغت الوضوء وأحسنت الوضوء وتوضأت لله كما ينبغي أن يكون الوضوء، فالله جل وعلا يتقبل منك ويغفر لك. الإنسان لما يتوضأ الخطايا تخر من جسده، إذا غسل وجهه تناثرت الخطايا، إذا غسل يديه، إذا غسل رجليه، الخطايا تخرج من جسد الإنسان بوضوئه وإقباله على الله جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى أنا كده أجمل لحضراتكم ما قلته من آداب الوضوء. أول حاجة قلنا التسمية، بعدين السواك، بعدين الدعاء بعده أو في أثناء الوضوء، عدم الإسراف في الماء، قلنا إسباغ الوضوء، قلنا المضمضة والاستنشاق والاستنثار، تخليل أصابع اليدين والرجلين، تخليل اللحية الكثة، وقلت أيضا أن من آداب الوضوء أن نصلي بعد الوضوء ركعتين. طيب ينفع بعد الوضوء أصلي ركعتين سنة الوضوء مع تحية المسجد مع السنة؟ ينفع، لأنه يجوز أكثر من نية في صلاة واحدة. يعني ممكن أصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وبنية تحية المسجد وبنية سنة الصلاة التي أصليها، كل هذا جائز بنية واحدة، لأنه يجوز تعدد النيات في النافلة الواحدة. ده ملخص يسير لبعض آداب الوضوء. نسأل الله أن يؤدبنا بأدب الحبيب وأن يخلقنا بخلقه، اللهم آمين.